أعتقد أن شعبنا والعالم يجب أن يوقف هذا العدوان وأن يترك للشعب الفلسطيني هو أن يقرر نظامه وحياته وكيف تدار أموره، وأيضا أن تعتبر المقاومة حق مقدس لهذا الشعب وفقا للقانون الدولي. هذا ما يجب أن يصر عليه الفلسطيني، وأي موقف فلسطيني يخرج عن هذا السياق هو فعلا وكأنه يعني يحاول أن يستثمر في العدوان وأن يكون يعني بشكل أو بآخر. أنا أقصد أنه زيارة بلينكين وأقصد زيارة رئيس CIA للمنطقة ومحاولة يعني الحديث مع السلطة الفلسطينية ومع أطراف فلسطينية يعني إمكانية اليوم التالي وماذا سيلي هذا العدوان، هذا لا يجب أن يكون مطروح. يجب أن يكون مطروح مطلب واحد، وقف العدوان وإنهاء هذه الحالة من الحصار والتجويع والانقطاع، ومن ثم الحديث عن أي شيء فلسطينيا وضمن الحالة يعني التي يشارك فيها الجميع بما فيهم حركة حماس. يعني أن لا نسلم بأنه يعني حركة حماس يعني أصبحت وكأنه هدف مشروع بالنسبة لأي فلسطيني أن يتم إزالة حكمها، حتى لو كان هناك ملاحظات أو كان هناك اختلاف مع حكم حركة حماس أو إدارتها للقطاع، هذا لا يعني أنه يعني نسلم بأن تتحول إلى لكمة سائغة. ولكن سيد عصمت منصور، إسرائيل الآن تتعامل وكأنه حركة حماس أصبحت جزءا من الماضي، لا يمكن الانخراط في أي مفاوضات، لا حديث عن وقف إطلاق النار، لا حديث عن تهدئة، الكل يتحدث إسرائيليا وحتى في بعض التصريحات غربيا يتحدث عن اليوم التالي لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة. ماذا يعني ذلك على صعيد الفلسطينيين؟ هل المستهدف حماس كتنظيم سياسي في قطاع غزة يقود القطاع منذ سنوات، أم المستهدف القضية الفلسطينية برمتها؟ يعني أحسنت، هي الجزئية الثانية. يعني من يعتقد وتنطلي عليه فكرة أن المستهدف هو حماس مخطئ. صحيح ربما عنوان المواجهة هو حماس، ولكن المستهدف هو فكرة أن يكون للشعب الفلسطيني قدرة على أن يقاوم إسرائيل، أن يمتلك قوة يتحدى بها إسرائيل، أن يطرح قضيته ويتحدى الظلم الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وعلى شعبنا.